أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في صدى أقلام من جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بأهم العناوين. الهيئانات، هيئة علماء المسلمين تدعو للتصدي لعصابات الجريمة المنظمة التي تقودها الميليشيات بدعم سياسي وحكومي. المدى، قائد عمليات بغداد، 10 حالات اغتيال في بغداد خلال شهرين. كتابات واشنطن بوست، احتجاجات العراق تكلف العبادي المؤيد لأمريكا وظيفته. وفي الجزيرة نت، قوات الأسد تقصف مناطق مشمولة بالتهدئة. أما عنوان العربي الجديد، تزايد التأييد الشعبي للتظاهرات العراقية ومعصوم يحذر من قمع المحتجين. القدس العربي، روسيا وإسرائيل تتواصلان لتفاهم حول الجولان. الحياة اللندنية، البنتاغون يعتبر تركيا دولة حليفة ويستبعد تأثير العقوبات على اتفاق منبج. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، وننتقل من العناوين إلى أبرز المقالات، ونبدأ بصحيفة العرب الجديد. وجدنا فيها مقالا كان في متنه: ليس صحيحا أن العراق ما زال دولة بمفهوم الدولة كما كان قبل عام 2003، فهو منذ تلك اللحظة الفارقة في عمر هذا البلد والمنطقة تحول لدولة فاشلة تتصدرها وتحكمها الميليشيات المسلحة، وهي ميليشيات تنتمي بطريقة أو بأخرى لأحزاب السلطة الحاكمة، حتى وإن ادعت تلك الأحزاب غير ذلك، بحسب الكاتب إياد الدليمي. وبحسب أرقام غير رسمية، فإن العديد قوات الميليشيات الشيعية في العراق يصل إلى 120 ألف مقاتل مجهزين بأحدث أنواع الأسلحة التي تصل إليها من مخازن الجيش العراقي، وهو ما جعل من الدبابات الأمريكية تصل إلى تلك الميليشيات التي تصنف لوائح الولايات المتحدة بعضها تنظيمات إرهابية. لقد تحولت الميليشيات في العراق إلى غول يلتهم ما تبقى من الدولة في العراق، وإذا ما تركت تعبث كما يحلو لها فإنها يمكن أن تقود العراق إلى صراع دموي جديد قد يفوق في بشاعته سنوات الطائفية المقيتة التي ولدتها سياسات المحتل الأمريكي والأحزاب التي نصبتها واشنطن لتحكم عراق ما بعد 2003. لقد اكتشف أهالي الجنوب العراقي أن تلك الميليشيات التي التهمت خيرة شبابهم ترفع اليوم بوجيههم السلاح، وهذا أمر لا يبدو أنه سيمر بلا عواقب، خصوصا أن أغلب عشائر جنوب العراق مسلحة تسليحا ثقيلا، الأمر الذي يمكن أن نشهد معه مواجهات دامية بين العشائر العراقية في الجنوب وتلك الميليشيات، وكل شيء يمكن أن يحدث على ضفاف الألم. تعيش اليوم في العراق أكثر من 40 ميليشيا مسلحة ينضوي أغلبها تحت هيئة الحشد الشعبي، والتي أقرت بقانون توهم بعض من صوت عليه أن ذلك سيضمن أن تضع الدولة يدها على هذه الميليشيات وتعيد دمجها بالقوات المسلحة أو بالوظائف الحكومية الأخرى، وبذلك يتخلص العراق من داء عضال اسمه الميليشيات المسلحة. ولكن كالعادة فليس للوهم من الواقع شيء، وما أكثر المتوهمين في عراق ما بعد 2003. العراق في مفترق طرق لا بد للشعب فيه من أن يحسم أمر شتاته، هكذا يرى الكاتب حامد الجيلاني في مقال بصحيفة العرب اللندنية، حيث يتعرض العراق لأسوأ مواسم الجفاف
بكارثة بيئية أتلفت نصف أراضيه الزراعية وما يتجاوز من 30% من ثرواته الحيوانية والسمكية، أي بتصفير بعض الزراعات وتشطير بعضها الآخر كالأرز والذرة وزهرة الشمس والقطن وغيرها، بما يتبع ذلك من خسارات في الصناعات الغذائية وأثرها الممتد في سنوات لاحقة، بما يمكن أن يؤدي إلى تغيير وجه العراق الذي عرفناه بزوال الأرياف والقرى وطبيعة المدن لانتقال الناس إلى أماكن أخرى طلباً للماء والطعام. عملية سياسية منهارة وضعت العراقيين أمام حقائق يفترض معها أن يكون رد فعل ثورتهم موازياً لحجم كتلة الانهيار لإعادة العراق وانتزاعه من مخالب الأهداف الأساسية للاحتلال التي باتت اليوم جلية بعد تسليم العراق لعملاء المشروع الإيراني. الاحتلال الأمريكي ساهم في إشاعة الإفساد عندما ترك لمن جاء معه واجبات الإشراف على المشاريع والتعاقد بشأنها، ولقصة الكهرباء في العراق شهادة أمريكية تختفي في أسباب غياب الشركات الكبرى الرصينة ومنها الشركات الأمريكية، بما يعطي الانطباع أن ثمة غاطسا في مآلات نفط العراق ونظام الحكم والشخوص أيضا. عملية سياسية لنظام عليه أن يرحل قبل زوال أجزاء من العراق وقبل أن يكتمل تحول شعب العراق إلى مجموعات بشرية متباينة تتنازع بضراوة فيما بينها من أجل البقاء على قيد الحياة وربما قيد اللجوء. الخلاص والانعتاق لن يكونا إلا بصدمة الثورة على الاحتلال الأمريكي الإيراني في مراجعة متعلقة لفترة معقدة وطويلة من تاريخ العمل السياسي في العراق، انتهت بالاحتلال ثم انتهت إلى جفاف مطلق في مصبات سياسة الأحزاب الطائفية، بما لا يدع مجالا لبقايا ثقة بالنظام أو بالانتخابات وطروحات تشكيل الكتلة الأكبر في برلمان قادم سيختار رئيس وزراء منه ويمثل حتما عاهات النظام وبنادقه ومكره ومصالحه وأجنداته. يتعجب كثير من الناس كيف أن ثاني أكبر دولة منتجة للنفط في أوبك بعد السعودية والرابعة دوليا لا تستطيع تأمين كفايتها من الكهرباء، بل تعاني من نقص فادح، حيث لا تستطيع الشبكة الوطنية تأمين توزيع الكهرباء لأكثر من 8 ساعات في اليوم، خاصة في صيف العراق اللاهب بخلاف غيرهم. العراقيون ليسوا على أي درجة من درجات التعجب، فهم يرون بالعين ويسمعون بالأذن ويدركون بالعقل كيف تتبخر من خزينة دولتهم مليارات الدولارات التي تتدفق شهرياً من عائدات النفط، فضلاً عن مئات ملايين الدولارات المتآتية من الجمارك والضرائب وسواهما، بحسب الكاتب عدنان حسين في مقال بصحيفة المدى. فالخراب الحاصل الآن يرجع سببه إلى مد الأيدي للمال العام برحابة وسلاسة واطمئنان من دون خشية من حساب وعقاب، ومدوا الأيدي هم قيادات وكوادر في الأحزاب الحاكمة إسلامية في الغالب التي توفر الحماية لهم ولعملياتهم الفاسدة الجارية بعلم القيادات وبإشرافها. ففي عدد من جلسات مساءلة وزراء ومسؤولين تنفيذيين كبار آخرين عقدها مجلس النواب الذي انتهت ولايته منذ 5 أسابيع، افتضح وجود لجان اقتصادية تدير عمليات السطو على المال العام. هذه اللجان شكلتها الأحزاب المتنفذة في الدولة للعمل مع الوزراء ورؤساء المؤسسات والمديرين العامين لدوائر الدولة والمحافظين ومجالس المحافظات، ومعلوم أن هذه الوظائف التنفيذية تتقاسمها هذه الأحزاب وفق نظام المحاصصة الذي يعطي لكل حزب عددا من المناصب بما يتناسب مع حجم تمثيله،
ومتولو هذه المناصب ملزمون أمام أحزابهم عبر اللجان الاقتصادية بتقديم أموال تؤخذ في صيغة رشاً عمولات تدفعها الشركات والمقاولون الذين ترسى عليهم عقود تنفيذ المشاريع العامة، وفي الغالب تدفع العمولات الكبيرة ملايين وعشرات ملايين الدولارات إلى حسابات شخصية وبأسماء شركات وهمية خارج العراق. المعاناة العراقية التي ظلت تتفاقم في 15 سنة المنصرمة لا تقتصر على الكهرباء والماء، فنظام الخدمات العامة، الصحة، التعليم، السكن، النقل، الصرف الصحي إلى آخره من خدمات منهار بالكامل تقريبا. هذا غيض من فيض الوقائع الصادمة التي تستثير دائما الغضب العراقي على الطبقة السياسية المتنفذة وأحزابها وعلى العملية السياسية برمتها. خلال أيام ستعلن نتائج العد والفرز اليدوي والانتخابات العراقية بعد إجراء عمليات العد والفرز اليدوي على الصناديق المطعون فيها، وهناك إقرار بنسب تطابق بشكل تام مع نتائج العد الإلكتروني، لكن كل ذلك لا يجعل الانتخابات نزيهة ولا يمكن أن تكون كذلك بحسب الكاتب في صحيفة الحياة مشرق عباس. الانتخابات مطعون فيها ليس لأنها قطعت من أكثر من 60% من العراقيين، بل لأن الأحزاب العراقية التي تقاسمت المناصب والمكاسب وأهدرت دماء العراقيين وأشعلت الحروب الطائفية وزرعت ثقافة الكراهية في أرض الرافدين بديلا من ثقافة المواطنة والتنوع، لم تبقى لقيم الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة وزنا لدى المواطن العراقي، بل إنها طعنت عبر مهرجانات الفساد الهائلة بآخر قلاع الدولة ممثلة بمؤسساتها وهياكلها وقوانينها التي باتت عرضة لغضب الناس وسخطهم. هذه الحال لمن لا يعرف الحال في العراق بعد، ولمن يعتقد أن بإمكانه حمل بطاقة النتائج دليلا على نزاهة العملية برمتها وبوابة مرور لتجاوز إرادة الشعب التي عبر عنها في ساحات الاحتجاج. وحتى لأولئك المخلصين الذين دخلوا المجال السياسي لأغراض نبيلة، فالأزمة العراقية أكبر كثيرا من الانتخابات، وإصلاح ما يمكن إصلاحه يبدأ بإقرار جماعي بكل الطعون التي تواجه العملية السياسية، والبداية يجب أن تكون من داخل قبة البرلمان الجديد. أن تكون الانتخابات العراقية مطعونا في نزاهتها لم يقرره الكاتب، ولا حتى قناعات ملايين من العراقيين، سواء ممن قاطعوا الانتخابات أو الذين شاركوا فيها، بل فرضه الوسط السياسي العراقي الفائز منه والخاسر. فالجميع عرف بأن أمرا ما قد حدث، وأن صفقات قد تمت لم تكشفها الصحافة الاستقصائية، وإنما أعضاء في مفوضية الانتخابات كانوا قد نشروا أجواء من الشكوك حول النتائج وأحدثوا ضجيجا حول حصول التلاعب، كما كشفها سياسيون تحدثوا في العلن عن ملايين من الدولارات هي ثمن عمليات بيع وشراء الأصوات. لم يمر نظام إيران بأوضاع وظروف بالغة السوء كالتي يشهدها حاليا، وهو يتجرع لأول مرة حنظل أعماله الشنيعة التي كانت ولا تزال مصدر قلق وعدم استقرار لدول المنطقة والعالم. هذا النظام الذي طالما تفنن في إيجاد الطرق والسبل التي يخترق بها جدار العقوبات المفروضة عليه، يبدو أن الأمر مع العقوبات الأمريكية المفروضة عليه في عهد ترامب قد اختلف ولم يعد بتلك السهولة التي كان يتصورها، بحسب الكاتب مثنى تشادرتشي في موقع كتابات. نظام ولاية الفقيه الذي أذاق شعبه وشعوب دول المنطقة الأمرين من جراء سياساته المنحرفة والمشبوهة
المبنية على تصدير الجريمة والإرهاب والدسائس والفتن إلى العالم بصورة عامة ودول المنطقة بصورة خاصة. يحاول مرة أخرى ومن خلال دول المنطقة التي طالما عانت وقاست من ويلات تدخلاته الفاضحة في شؤونها الداخلية، وخصوصا العراق، أن ينجو بجلده وينفذ من سياط تلك العقوبات ليلهب بسياط تدخله شعوب المنطقة، كما فعل مع العقوبات التي فرضت عليه في عهد الرئيس الأمريكي السابق أوباما. ولذلك فمن المهم جدا أن نبادر جميعا لكي نسد عليه هذا الطريق ونساهم في تضييق الخناق عليه أكثر فأكثر، وأن مهمة أصحاب الضمائر الحية والوطنية الصادقة أن يرفعوا أصواتهم بوجه الحكومة العراقية التي من الممكن وبفعل نفوذ بعض الأحزاب والفصائل التابعة لإيران أن تقوم بإبداء كل أنواع المساعدة والعون لكي يتم تخفيف هذه العقوبات، ويجب عدم السماح أبدا بتكرار ذلك الخطأ الكبير الذي حدث في عهد أوباما أيام نوري المالكي رئيسا للوزراء. بات تأثير هذه العقوبات ينعكس بصورة بالغة السلبية عليه، وبعد أن كان هذا النظام الاستبدادي يمنيه بالوعود المعسولة صار يجد نفسه عاما بعد عام في حالة أسوأ. وقطعا أن الشعب الإيراني ومن خلال مقاومته الباسلة بوجه نظام الملالي يعلم أن السبب الأساسي لكل هذا هو السياسات الخاطئة والهوجاء للنظام، وهو ما دفع بشرائح واسعة من الشعب الإيراني بأن ترفع صوتها عاليا وتتبرم من وخامة الوضع على مختلف الأصعدة، لا سيما على الصعيد الاقتصادي. على الرغم من أن الاحتجاجات الإيرانية لم ترق إلى مستوى ما تشهده تظاهرات العراق، رغم أنها ما تزال في طور الرتابة والعفوية نظرا لظروف وأحوال خاصة بالداخل الإيراني، إلا أن حراكها يشير إلى ثمة مأزق حقيقي يحيط بطهران ويهدد الاقتصاد الإيراني بقوة، الأمر الذي يستدعي تدخلا غربيا للإبقاء على حالة التوازنات القائمة على المصالح المتبادلة بقصد ديمومة التحكم في الدول والأنظمة، لا سيما وأن المنظومة الإيرانية بمشروع هذه الأهداف التوسعية تعد إحدى أهم الأدوات التي تستعملها القوى العظمى في ذلك التحكم الذي يراد منه إعادة رسم الخارطة الجغرافية والسياسية في المنطقة، بحسب الكاتب جهاد بشير في مقال بصحيفة البصائر العراقية. العلاقات التي يتحدث عنها فؤاد معصوم والتي تحول دون تطبيق العقوبات على إيران رسمتها الولايات المتحدة نفسها وجعلتها جزءاً أساسياً من العملية السياسية، ومن غير المنطقي أن تكون خارج حسابات واشنطن وهي تخطط للمرحلة المقبلة، إلا ما كان في سياق إعادة توزيع مساحات النفوذ وتقسيم أطر المصالح، أو لإيقاف إيران عند حد المساحة التي أتيحت لها ابتداء بعدما حاولت التمرد عليها والاستيلاء على المزيد، ولا سيما بعد تنامي سطوتها في العراق وسوريا بعد أحداث سنة 2014. وصناعة قوة الرديفة ممثلة بالحشد الشعبي تجني مكاسب إضافية أمنية وسياسية، وهذا الحشد الذي ارتضته واشنطن ودعمته ميدانيا في الأرض والجو في معاركه ضد تنظيم الدولة عامل مهم في صناعة التصور بشأن حقيقة وجدوى العقوبات المزعومة، خاصة وأنه بات جزءا من المنظومة السياسية في العراق. العقوبات المزعومة على إيران ليس سوى إجراء هو أشبه بما تفعله الدول المتجاورة حينما تختلف في جانب معين فتضطر إلى إجراء يسمى إعادة ترسيم الحدود، لكنها هنا تندرج ضمن إعادة ترسيم الصلاحيات من أجل إبقاء السطوة الأمريكية عالية المستوى وواسعة النفوذ وصاحبة الصلاحيات الأوسع والتحكم الأشمل.
عقوبات الولايات المتحدة الأمريكية التي فرضتها على إيران لا تعد أكثر من كونها موقفا سياسيا متبنى على أو مبني على مصالح متفق على أسسها في إطار سياسة التخادم بين الطرفين التي تعد من بديهيات المشهد العراقي، لكن الرأي العام دائما ما يحاول غض الطرف عنها وتجاهل حقيقتها، رغم أن الواقع على الأرض يصدقها بحسب الكاتب. كما هو متعارف عليه وكما هي العادة، يحتفي موقع جوجل بالرموز والعلماء من مختلف أنحاء العالم، حيث غير الموقع اليوم اللوجو الأشهر بالعالم واستبدله بصورة أمير الأطباء الفيلسوف المسلم علي بن عبد الله بن الحسن بن علي بن سينا، المعروف أيضا بالشيخ الرئيس. وألف الشيخ الرئيس العديد من الكتب في مختلف المواضيع وناهزت 200 كتاب، كان أغلبها في مجالي الفلسفة والطب. وقد كان ابن سينا أول من كتب عن الطب في العالم، وقد اتبع نهج أبقراط وجالينوس، واعتبر كتابه القانون في الطب وما يزال مرجعا رئيسيا لكبرى جامعات الطب في العالم. بعض من صور الكاريكاتور لكسر رتابة البرنامج. بهذا نصل لختام برنامج صدى الأقلام، تحية طيبة وإلى اللقاء.